نرحب بعودتكم إلى تدريب زومي. سنتعلم كيف أن مجموعة 3x3 هي تقنية للاجتماع سوياً تساعد أتباع يسوع على مساعدة بعضهم. قال يسوع أنه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. هذا وعد قوي، ويجب على كل تابع ليسوع أن يستفيد منه. ولكن حين تجتمعون سوياً، كيف عليكم أن تقضوا وقتكم؟ مجموعة 3x3 تقسم الوقت إلى 3 أجزاء حتى يتدرب الجميع على إطاعة أهم الأمور التي أوصانا بها يسوع. إليكم كيف تعمل. أول ثلث من الوقت تمضيه المجموعة في النظر إلى الوراء إلى ما حصل منذ أن أصبحتم سوياً. الثلث المتوسط تمضيه المجموعة في النظر إلى الأعلى لالتماس حكمة الله وإرشاده من خلال المناقشة والصلاة. الثلث الأخير تمضيه المجموعة في النظر إلى الأمام للتفكير بكيفية تطبيق ما تعلمتموه. في هذه الجلسة سيتم إرشاد مجموعتكم عبر صيغة مصغرة لمجموعة 3x3 لتحضيركم لصيغة كاملة في الحياة. أتتذكر الجلسة عن التنفس الروحي؟ الشهيق هو الاستماع إلى الله، الزفير هو إطاعة ما سمعتموه. هذا لب مجموعة 3x3. مجموعة 3x3 هي مجموعة أشخاص يقسمون وقتهم إلى 3 أجزاء ليتمكنوا من التدرب على الاستماع إلى الله وطاعته. جلسة التدريب هذه يجب أن تستغرق أكثر من ساعة بقليل، وستكون سريعة. إن كانت مجموعتكم كبيرة وإن كانت تحب المناقشات، قد تطلب من أحد الأعضاء أن يساعدكم على الالتزام بالوقت. في الحياة الواقعية هذه الخطوات تحصل بوتيرة بطيئة، ولكن من خلال التدريب تأكدوا من الحفاظ على سرعتكم. لا تلغوا أي خطوات، جميعها مهمة. تذكروا أن مجموعة 3x3 ليست مثل درس الكتاب، وهذا الأمر مقصود. تعاملوا مع هذه التجربة كفرصة لتعلم طريقة جديدة للاجتماع سوياً والتأمل. هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ. سنقضي الثلث الأول من وقتنا في النظر إلى الوراء من خلال الاهتمام ببعضنا عبر تقديم الشكر، مشاركة صراعاتنا والصلاة من أجل أعضاء المجموعة. سنتأكد إن كان كل شخص في المجموعة حصل على الفرصة لإطاعة ما تعلمه في اللقاء الأخير. الخطوة الأولى تقديم الشكر. أعطوا كل شخص بعض الوقت لمشاركة أمر يشعر بالامتنان من أجله. أوقفوا هذا الفيديو وقوموا بذلك الآن. أتزال هنا؟ حقاً نريدكم أن تضغطوا زر التوقف وتسمحوا لكل شخص أن يشارك أمراً يشعر بالامتنان لله من أجله. الخطوة الثانية مشاركة الصراعات والصلاة من أجل الآخر. الآن دعوا كل شخص في المجموعة يشارك باختصار أمر ما يتصارع معه. اطلبوا من أحد الصلاة من أجله. اضغطوا على زر التوقف، شاركوا ثم صلوا. الخطوة الثالثة تركيز المجموعة. كل مرة تجتمعون فيها تذكروا سبب اجتماعكم، لمحبة الله والآخر، لمشاركة يسوع ولمساعدة الآخرين على مشاركته أيضاً. في هذه الجلسة أطلب من أحد قراءة متى 22 الآيتان 37 و38 بصوت مرتفع. اضغطوا على زر التوقف واقرأوا. الخطوة الرابعة المساءلة والتحقق. قد يرغب البعض أن يتخطوا هذا الجزء لأنه يتضمن طرح أسئلة أحياناً تكون صعبة. نرجوكم ألا تتخطوا هذه الخطوة. أحب يسوع أتباعه بما يكفي ليطرح عليهم أسئلة صعبة. إن أردنا أن نكون مثله يجب أن نحب بعضنا البعض. في هذه الخطوة سيقوم كل شخص بإعلام الآخرين إن أطاع الطلب الذي سمعه من الله خلال اللقاء الأخير. في كل جلسة قمنا بصياغة الالتزامات في خطوة النظر إلى الأمام، وطلبنا منكم الطاعة، المشاركة والصلاة، وصغنا المساءلة في خطوة النظر إلى الوراء حيث طلبنا منكم التحقق من هذه الالتزامات. إن لم تمضوا وقتاً طويلاً في هذه الخطوات فالآن هو وقت مناسب للبدء بذلك. جزء من محبة الله هو إطاعة ما يطلبه منا، وجزء من محبة الآخر يعني مساعدة الآخر. المحبة تعني أخذ التزامات الآخرين بجدية وإظهار المحبة اللطيفة لهم في الوقت نفسه. اضغطوا على زر التوقف ودعوا كل شخص يجيب على الأسئلة التالية. كيف أطعت ما تعلمته حتى الآن؟
من الشخص الذي دربته على ما تعلمت؟ مع من شاركت قصتك أو قصة الله منذ أن بدأت المجموعة؟ فيما ننتهي من جزء النظر إلى الوراء لمجموعة 3x3، إليكم نصيحة لمساعدتكم على إتمام جلستكم، نصيحة إرشادية من زومي. أحياناً في أي مجموعة نجد شخصاً يميل إلى أخذ معظم الوقت في التكلم، لا تسمحوا لهذا أن يحصل، لذلك تأكدوا من حصول الجميع على فرصة للمشاركة. ذكروا المتكلم بلطف أنه يتوجب عليكم الاستماع إلى الجميع. خلال الثلث الثاني من وقتنا سندعو روح الله القدوس ليقود مجموعتنا إلى فهم أفضل لكلمة الله. سنقرأ مقطع من الكتاب المقدس، ثم نطرح ونجيب على بعض الأسئلة لنكتشف ونفهم مقاصد الله وخططه بشكل أفضل. الخطوة الأولى، دعوة روح الله القدوس للقيادة. خذوا لحظة للصلاة، تحدثوا مع الله ببساطة واختصار، اطلبوا من الروح القدس أن يعلمكم من خلال ما ستقرؤون، اضغطوا زر التوقف وصلوا. الخطوة الثانية، قراءة كلمة الله وطرح الأسئلة. اطلبوا من أحد أن يقرأ مقطع من الكتاب المقدس، اقرأوا لوقا 18 الآيات 9-14، وعلى المجموعة أن تجيب على هذين السؤالين: ما الذي أحببتموه في هذا المقطع؟ ما الذي تحداكم أو وجدتموه صعباً للفهم؟ إن كان بينكم أشخاص يتعلمون عبر الاستماع، تأكدوا جيداً من قراءة المقطع مرتين على الأقل، اضغطوا زر التوقف ثم اقرأوا وأجيبوا على الأسئلة. الآن اطلبوا من أحد آخر قراءة المقطع مرة أخرى، ثم فلتجب المجموعة على هذين السؤالين: ماذا تعلمنا من المقطع عن الناس؟ ماذا نتعلم من هذا المقطع عن الله؟ تذكروا الالتزام بالمقطع المحدد وبالبساطة. هذه هي نهاية جزء النظر إلى أعلى لمجموعة 3x3. إليكم نصيحة لإتمام جلستكم بشكل أفضل، نصيحة إرشادية من زومي. حين تدرسون كلمة الله، ركزوا على كلماته عوضاً عن كتب وأراء أخرى أو معلمين آخرين. بدلاً من أن تسألوا ماذا تظن يعني هذا، اسألوا ماذا يقول هذا المقطع. إن كان أحد في مجموعتكم يحب التعليم، ذكروه بلطف أن روح الله القدوس وكلمته الكاملة قادران أن يعلما المجموعة. لا تخافوا من الصمت أو فترات الانتظار خلال المناقشة، الله يعمل حتى في الهدوء. حافظوا على تركيزكم على كلمته وثقوا بالله للقيام بالباقي. خلال هذا الثلث الأخير سنركز على النظر إلى الأمام لاكتشاف كيفية إطاعة ما تعلمناه من كلمة الله. على كل أحد أن يسأل الله بضعة أسئلة بسيطة ثم انتظار إجابته في الصلاة. سنشارك التزاماتنا ونتدرب عليها ونصلي لاختتام وقتنا. الخطوة الأولى، الصلاة لطلب مشيئة الله. فليصلي كل شخص في المجموعة بصمت ويسأل الله هذه الأسئلة: يا الله، كيف يمكنني أن أطيع وأطبق ما تعلمني إياه؟ من الذي أقدر أن أدربه على هذا المقطع ليتعلم أن يطيعك ويحبك؟ مع من تريدني أن أشارك شهادتي أو خبرك السار عن يسوع؟ اضغطوا على زر التوقف وصلوا. اطلبوا من روح الله القدوس أن يعطيكم أجوبة محددة، أسماء محددة وخطوات محددة تستطيعون تطبيقها. الخطوة الثانية، جمع الالتزامات. اطلبوا من كل شخص مشاركة ما سمعه من الرب كإجابة للأسئلة. قد لا يسمع أحدكم أي إجابة من الرب على سؤال واحد، يمكنه إعلام الآخرين أنه لم يسمع شيء. تذكروا أن المجموعة ينبغي عليها أن تسمع من الرب. يقول يسوع: خرافي تسمع صوتي. وكلما كانت خطوات الطاعة الخاصة بكم محددة، كلما كانت طاعتها أسهل. اضغطوا زر التوقف ثم شاركوا ما سمعتموه. الخطوة الثالثة، التمرن على الخطة.
قبل ختام وقتكم سوياً، فلتتقسم مجموعتكم 3 على 3 إلى مجموعات أصغر وتدربوا على الطلب الذي سمعتموه من الرب. تذكروا، التمرن ليس الطاعة ولا التدرب ولا المشاركة. فلتختتم كل مجموعة وقت التمرين بالصلاة سوياً. صلوا للناس والخطط التي وضعها الله على قلوبكم. إن كان بينكم أشخاص يتعلمون عبر الاستماع، خصصوا جزءاً من وقت التمرين لقراءة المقطع من كلمة الله مجدداً. هذا سيشجع المجموعة على مشاركة الآخرين. اضغطوا على زر التوقف وانقسموا إلى مجموعات. أي أحد لا يمتلك التزامات محددة عليه أن يتمرن على مشاركة شهادته أو قصة الله. فيما تجتمعون سوياً، خذوا لحظة للاحتفال. أكملتم جزء النظر إلى الأمام وتمرنتم على نموذج مجموعة 3 على 3 بالأكمل. ستستمر مجموعتكم على التمرن دون استخدام هذا الفيديو في الجلسات القادمة. تأكدوا من إعطاء الجميع الفرصة في قيادة المجموعة بحسب هذا النمط. لا يتوجب عليكم أن تكونوا معلمين ماهرين. وقبل المغادرة، هناك اقتراح أخير. نصيحة إرشادية من زومي. حول العالم يتشارك أعضاء مجموعات 3 على 3 بكسر الخبز، العشاء الرباني، أو بمائدة طعام بينما يتحدثون عن أمور يومية. أعطانا الله هذا النوع من الشركة، التعلم والنمو المتعمدان والعيش والعلاقة المتعمدان، ليقوينا ويشجعنا فنصبح أكثر مثل ابنه. والآن تمرنت المجموعة على الأجزاء كلها، النظر إلى الوراء لمتابعة ما أكملناه، النظر إلى أعلى لفهم ما يريدنا أن نتعلمه معاً، والنظر إلى الأمام لنطبق ما وضعه الله على قلوبنا حين نكون مفترقين. مجموعة 3 على 3 أداة بسيطة وعمليات تساعدنا على التشبه بيسوع أكثر.